xereca no chão. Chão, chão. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا علي عمر ورجعت لكم فيديو جديد. اصدقائي قبل ان نبلش بهذا الفيديو، خلونا نوصل هذا الفيديو لل 50,000 لايك. بعرف انكم كفو وقدها وبنقدر نجيب ال 50,000 لايك. فصوا اصدقائي، بتمنى من كل اسطوره قاعد بيشاهد هذا الفيديو ينزل لتحت يحط اللايك ويشترك في القناه اذا ما كان مشترك، فعل جرس التنبيهات عشان يصلوا بكل فيديو جديد عن فري فاير. وقبل ان نبلش بهذا الفيديو اصدقائي، في عندنا اثنين فائزين باخر مسابقه واللي هي كانت على الفاير باس. اوكي، هذا الفائز الاول يا اصدقائي. اوكي، هيك شحنا له الجواهر وراح نشحن له الفاير باس. اوكي اصدقائي، الف مبروك لك صديقي، هذا الفائز الاول يا اصدقائي. وهذا الفائز الثاني كمان راح نشحن له جواهر ونجيب له الفاير باس. فصو اصدقائي، لهيك بتكون انتهت المسابقه تبع الفاير باس. طبعا في مسابقه جديده، مسابقات تعرفوا ما بتنتهي، المسابقه الجديده اصدقائي راح احكي عنها بنهايه الفيديو. للي حاب يعرف شو هي المسابقه الجديده ويشارك فيها يتابع الفيديو للنهايه، بنهايه الفيديو ان شاء الله راح احكي عنها. وكمان قبل ما نبلش وندخل على سيرفر للشركه، سيرفر المطورين يا اصدقائي، حاب اذكركم مره ثانيه، طبعا لسه الموقع ما خلص يا اصدقائي، الموقع ما انتهى، يعني ما سكروه، الموقع لسه يعني بتقدروا تصوتوا. اوكي، كل يوم طبعا بتحصلوا على توكن عن طريق تسجيل الدخول، وانه تلعبوا لمده 30 دقيقه بتحصلوا على توكن. فاصدقائي بتمنى ما تقصروا معي بالدعم، بعرف والله انكم ما قصرتوا، شكرا لكم من القلب، عن جد ما قصرتوا. بتمنى تضلوا بهذا الدعم يا اصدقائي، يستمر هذا الدعم بالتصويت، لانه باقي 6 أيام يا أصدقائي على هذا الموقع، 6 أيام ويسكروا هذا الموقع. فخلونا بس 6 أيام يا أصدقائي، جيش علي عمر، كل ما تحصلوا على التوكن تصوتوا لي، وشكرا لكم يعني عن جد على الدعم الرهيب بهذا الموقع. أوكي أصدقائي، وأخيرا صرنا بسيرفر المطورين. طبعا أول شيء زي ما أنتم شايفين في تغيير بالخلفيات، بس بالتحديث القادم يعني. أوكي، أول شيء في عندنا هاي الخلفية الجديدة. طبعا راح يسألني كيف راح أدخل على سيرفر المطورين. أصدقائي الكل بحق له يدخل على سيرفر المطورين، ولكن الشركة دائما بتعطي أولوية للمطورين بعدين لليوتيوبرز، لأنهم رح يصوروا فيديوهات عن هذا الشيء ومن هذا الكلام. أما بالنسبة للأشخاص العاديين اللي حابين يدخلوا على سيرفر المطورين، فأنت وحظك، يعني في يوتيوبرز كتير شرحوا عن هذا الموضوع وحطوا الرابط تبع سيرفر المطورين، ولكن أنت وحظك، يعني نسبة الرفض 90% أنه ترفضك الشركة، لأنه يعني حسابك مو مسجل عندهم انك يوتيوبر او مطور او شيء مثل هذا. اوكي اصدقائي، اول شيء خلينا نحكي على الصوره تبع اللي حاطينها. اوكي، اول صوره هاي زي ما انتم شايفين في واحد سكن، 2 3 4 5 سكنات اللي شايفينهم قدامكم يا اصدقائي، هاي السكنات كلها راح تنزل باللعبه، بالاضافه الى سكنات الاسلحه. يعني زي ما انتم شايفين كلهم شايلين سكنات اسلحه، في عندنا البنت على اليمين شايله سكن للاي كي، وفي عندنا بالنص شايل سكن للام4 تقريبا، وفي عندنا على اليسار شايل سكن للام16. اوكي، فهاي سكنات الاسلحه كلها راح تنزل باللعبه يا اصدقائي. ما بعرف كيف راح تنزل، يمكن البعض منها يكون مجانا تنزل بالاحداث انه تجمع توكن وتحصل عليها، يمكن البعض الثاني منها يكون انه ينزل بماكينه الدايموند رويال، يمكن البعض، ما بعرف يا اصدقائي وين راح ينزلوا كلهم. بس على كل حال هاي سكنات كلها اللي انتم شايفينها قدامكم يا اصدقائي ان شاء الله راح تنزل بالتحديد القادم، بس ما راح تنزل مع بعض، يعني انه كل فتره وفتره راح ينزلوا سكن جديد منها. صراحه السكن اللي على اليمين، اول واحد على اليمين عجبني، كلهم سكنات خرافية صراحة. اوكي، طولنا كتير بهاي الصورة يا اصدقائي، خلونا ندخل ونشوف الخلفية كمان من جوا باللوبي يا اصدقائي. في تغيير كمان بالخلفية من جوا، زي ما انتم شايفين عن جد الخلفية جديدة رهيبة جدا يا اصدقائي، يعني مو انه رهيبة، بس مهما كانت يا اصدقائي بتضل افضل من الخلفية اللي عندنا اياها حاليا. يعني صراحة الخلفية اللي عندنا اياها حاليا مع، يعني مو انه ما عجبتني، صراحة ملينا منها، يعني عن جد حلو انه التغيير، يعني زي انه حطوا خلفية جديدة، فهذا الشيء خرافي. ثاني شيء تغيير عندنا يا اصدقائي وهو بالمود، لما انت تيجي تختار مثلا بدك تلعب رانك او كلاسيك، يعني زمان بتطلع لك، يعني عندنا حاليا بتطلع لك قائمه رانك او كلاسيك او هيك شيء، اما حاليا يا اما بالتحديد القادم يا اصدقائي راح تكون بهذا الشكل، لما انت تضغط يطلعوا لك صور، في عندنا على اليسار رانك، في النص كلاسيك، تختار برمودا او الخريطه الثانيه، وفي عندنا يا اصدقائي طبعا فوق على اليمين روش اور، وعلى تحت زومبي، طبعا مود زومبي هذول المودات كلها يعني عاديه، اوكي يعني قديمه، وفي عندنا المود هذا تبع هاي
الحياه، والمود الثاني تبع الراس القناع. هدول اثنين مودات جدد ضفوهم باللعبه. اول شيء اصدقائي خلونا نجرب المود الاول تبع حياته وخلينا نشوف كيف هذا المود. راح اشرح لكم شوي عن هذا المود، صراحه مود رهيب يا اصدقائي. وكمان خلونا نشوف ساحه التدريب. اوكي شوفوا ساحه التدريب يا اصدقائي، طبعا ما غيروا عليها كثير صراحه. في عندنا هذا البالون اللي بالنص زي ما انتم شايفين يا اصدقائي، هذا الصندوق عباره عن بالون، يعني كل ما بيجي مثلا من احد من اللاعبين بقرب هذا البالون، فهذا البالون بصير يطير يعني، وبصير هيك يتغير مكانه، فشي حاطينه للتسلية مشان تضيع وقت يعني. اوكي في عندنا هاني اصدقائي شوفوا منصة دي جي حاطين، او ماي جاد والله شيء خرافي، بس ما بعرف طبعا ما فيك تعمل فيها اي شيء، هاي هاي تبع الدي جي يعني بس شكل فقط. اوكي وطبعا مغيرين بهدول، اوكي يعني تغييرات بسيطة جدا حسيتها، ما مو هذاك التغيير الرهيب يعني اللي حطوه بساحة التدريب. اوكي اصدقائي باقي تانيتين ورح ندخل على المود الجديد وخلونا نجرب المود الجديد مع بعض يا اصدقائي. اوكي اول شيء طبعا هم بيعطوك سكين بعد المود، خلونا نشوف زي ما انتم شايفين السكين هاي يا اصدقائي بيعطوك اياها، وانت لازم تقتل يعني 20 واحد ما بعرف 5 دقائق. هاي قتلت اول واحد فاصل عنده النت يمكن. اوكي لازم تقتل 20 واحد مدري هيك شيء عشان تفوز. اوكي هاي فاصل عندها النت كمان، او ماي جاد هيد شوتات يا اصدقائي. اوكي فما بعرف يعني بالضبط لازم تقتل 20 واحد او هيك شيء. على كل حال الموت خرافي جدا. طبعا كمان يا اصدقائي، اوكي تعالي انت كمان، كمان في تغيير بالطقس يا اصدقائي. طبعا الطقس شوي بصير مطر، شوي بصير ضباب، شوي بصير هيك شيء، يعني عن جد هذا التغيير اللي بيصير بالطقس شيء خرافي جدا. اوكي رح نستنى رح نشوف اذا رح يصير اي تغيير بالطقس، ما بعرف ان شاء الله يصير تغيير بالطقس وانا قاعد بصور هلا، ما بدي اضل استنى كثير. اوكي طيب خلونا نتسلى بهدول اول شيء. فزي ما انتم شايفين يا اصدقائي عندك اذا بتنتظر لمده تقريبا 5 ثواني بصير عندك 3 سكاكين. اوكي بتضرب هدول 3 سكاكين اذا خلصوا بصير عندك بوكس، بتنتظر كمان شويه بيرجعوا بيتعبى بيعطوك سكاكين زي ما انتم شايفين مره ثانيه. اوكي طيب انا اصدقائي لعبي زي ما انتم شايفين ما عم بعرف العب ابدا لانه حاليا قاعد العب بالسامس. اوكي شوفوا المطر يا اصدقائي، شوفوا المطر. اوكي حاليا قاعده تصب مطر. اوكي شوفوا يعني زي مثل ما حكيت لكم انه تغيير بالطقس بصير ينزل مطر، بصير ينزل هيك شيء، يعني عن جد تغيير رهيب جدا يا اصدقائي. اوكي فمثل ما حكيت لكم يا اصدقائي انا حاليا قاعد بلعب بالسامسونج وحركتي بالسامسونج، لعبي بالسامسونج ابدا، يعني اذا انتم شايفين حتى الاعدادات، يعني الاعدادات قاعده عندي مو مغير فيها اي شيء لانه انا ما بلعب بالسامسونج، انا بلعب بالايفون، ولكن سيرفر المطورين ما بينزل الا على الاندرويد، ما بينزل غير على السامسونج، يعني على اجهزه اللي بتشتغل بنظام الاندرويد ما بيشتغل على الايفون، فاضطريت انه انا انزل يعني احمل هذا السيرفر على السامسونج واجرب السيرفر بالسامسونج. فا اوكي اصدقائي طبعا التحديث ما فيه اشياء كثير رهيبه، يعني ما فيه كتير اشياء جديده وكتير اشياء، بس فيه اشياء حلوه. اوكي فيه اشياء ما راح نقول كتير خرافيه بس اشياء يعني حلوه صراحه، مثل السكنات الجديده اللي راح تنزل. اوكي السكنات لسه ما نزلت حاليا ما بنقدر نشوفها بس راح تنزل عن قريب، واشياء مثل هاي. فا اوكي يعني ما بعرف، فتوقعت التحديث يكون افضل من هيك بكتير، انه يعني ما بعرف، بس كمان في اشياء ما بنقدر ننسى الاشياء الخرافيه اللي ضايفين. اوكي موتي ما بنقدر ننسى الاشياء الخرافيه اللي ضايفينها مثل التغيرات في الطقس. في عندنا مود ثاني كمان رح نجربه مع بعض. اوكي ما بعرف ليش متت. اوكي اصدقائي خلونا ننسحب من الجيم لانه يعني خلص بعتقد هيك وصلت الفكره وفهمنا المود هاد كيف بيشتغل، فخلونا نجرب المود الثاني اللي بعده يا اصدقائي وكمان مود رهيب. اوكي خلونا نختار المود الثاني واللي هو هذا تبع راس هاي الراس البرتقاليه، والله ما بعرف شو اسمها. اوكي هذا المود طبعا ما بصير تلعب غير سكواد، ما بصير سولو يعني. فا اوكي راح ادخل سولو سكواد. اوكي خلونا نختار المود وخليني اشيل الاوتومات عشان خلوني اشيل الاوتومات عشان ادخل سولو سكواد لانه ما بدي اضل استنى ساعه عشان يدخلوني. اوكي طيب فا اوكي يلا اصدقائي هلا راح نصير بالطياره. اوكي يلا ما بعرف السامسونج بيطول كتير ليفتح. اوكي فاصدقائي طبعا المود هاد عبارة انه شو، انه انت بتلعب سكواد يعني ما بصير تلعب غير سكواد، ولازم تجمع فيها دول بيكونوا مثل الراس هاي اللي حكينا عليها بيكون موجودة على الارض، ولازم انت والتيم تبعك انت والجروب تبعك تجمعوا 15 وحدة منهم ب 30 ثانية. اوكي كمان في سكن جديد للطيارة زي ما انتم شايفين، هذا سكن جديد تبع الطيارة، والخريطة هاي اللي انتم شايفينها قدامكم هي نفسها خريطة برمودا، ولكن
الطقس فيه ضباب يا اصدقائي. عشان هيك انا صراحه اول ما دخلت على هذا اول ما دخلت هيك وكان يعني دخلت على هذا المود وكان في ضباب وهيك فكرت انه خريطه جديده يعني استغربت، ولكن بعدين لما قربت على الارض شوفوا بترجع بتبين معاكم الخريطه انه هي خريطه برمودا العاديه يعني. اوكي طيب، في عندي هالمشكله، انا نازل سولو سكواد وكمان لما بتنزل بيعطوك سلاح يعني، ها بيكون عندك سلاح فورا. فخلونا ناخذ هاي الراس اللي هان عاملينها على الخريطة. اوكي اخذها هاد، اوكي راح نحاول نقتله وناخذها منه. اوكي لا في واحد، في كانه في حدا بيضربني من وراي. اي والله في حدا بيضربني من وراي. اوكي قتلوني يا اصدقائي. طيب انا نازل سولو سكواد وما بعرف العب بالسامسونج ابدا، فوصلت الفكره يا اصدقائي لازم تلعب سكواد، ما بنصحك تلعب سولو سكواد ابدا لانه لازم تجمع 15 من هدول ب 30 ثانيه واكيد ما راح تلحق هذا الشيء لحالك، ويعني بتحتاج انه يكون معك سكواد، وكمان الحلو بالموضوع انه اول ما بتنزل بيكون معك سلاح يعني. اوكي فعن جد المود الاول والمود الثاني صراحه رهيبين جدا يعني، عجبوني هذا اكثر شيء عجبني بالتحديث يعني. اوكي في عندنا مهمات، بس هاي المهمات رح تضل فقط بسيرفر المطورين، هاي المهمات مستحيل تنزل عندنا يعني بسيرفر العادي. اوكي في عن جد اشياء رهيبه حبيت اشارككم هذا الشيء اصدقائي، زي ما انتم شايفين هان شو حكي لك، انه تقتل 60 لاعب في الكلاسيك باستخدام شخصيه شاني واللي هي شخصيه البنت الجديده رح نشوفها مع بعض، وبتحصل على 10000 جوهره. او ماي جاد يعني عن جد مو هاي المهمه بس، كمان في مهمات ثانيه اصدقائي هيك انه تقتل يعني تحصل 10000 جوهره 5000 جوهره. اوكي طبعا انا في عندي هالمهمات خالصه. اوكي كمان شيء ثاني اصدقائي من الاشياء الجديده اللي بالتحديث، لما بتحصل على اي شيء زي ما انتم شايفين الخلفيه اللي طلعت قدامي رهيبه جدا يعني، مو مثل الخلفيه الاولى اللي كرهنا شكلها صراحه يعني، في تغيير بالخلفيه لما تحصل على اي شيء بيطلع لك هيك بشكل مختلف. في عندنا 10 بطاقات لماكينه الاسلحه كمان. اوكي فخلونا نجرب هالعشر بطاقات نشوف نشوف الحظ. اوكي اصدقائي بعتقد ما في ماكينة اسلحة. اوكي هاي ماكينة جولد ريال، اعتقد ما في يعني ما بعرف يا اصدقائي ما في ماكينة اسلحة. اوكي كمان في عنا تغيير تاني يا اصدقائي بهاي الماكينات، تغيير بسيط وتغيير بهاي البكجات. طبعا هاي البكجات لما تلف سبن واحد على 5 سبنات بيعطوك هدايا اضافية مثل بطاقات واشياء مثل هاي، فهم غيروا شكل هاي البكجات. اوكي عملوها مثل البطولة العالمية يعني شعار البطولة العالمية، وكمان في عنا تغيير بالوقت تبع السكن يعني. اوكي انه قبل هيك كانوا يكتبوا لك انه 7 ايام و45 دقيقة و30 ثانية مثلا، اوكي فحاليا صاروا يكتبوا بس 7 ايام باختصار يعني، فتغييرات بسيطة ما في ماكينة اسلحة، اعطوني البطاقات على الفاضي يعني. اوكي كمان تغييرات بسيطة ولكن شيء خرافي، شيء بيعطي حماس للناس يعني، بيعطي طاقة للناس انه هي تضل تلعب هاي اللعبة وتضل تحب هاي اللعبة. خلونا نشوف الشخصية الجديدة ولشخصية شاني يا اصدقائي. اوكي هاي هي شخصية شاني، طبعا سكن تبعها لحد الان ما نزل، اذا مثل ما انتم شايفين هون في شيء من ملفات اللعبة لسه ما نزلت يعني. اوكي الملفات بعتقد موجودة اكيد عند المطورين، ولكن لسه ما نزلوا الملفات تبع سكن جديد تبع شخصية شاني. اوكي سكن تبعها عن جد رهيب جدا يا اصدقائي، ولكن ما بعرف شو المشكلة ليش ما نزلوه لحد الان، ما بعرف هذا الشيء. اوكي في عنا هم ملبسينها سكن حاليا، وين راحت الشخصية؟ اوكي هم ملبسينها ما بعرف هذا السكن نفسه اللي بيعطوك اياه تبع ادم. اوكي على كل حال يا اصدقائي هاي الشخصية خاصيتها انه هي يعني كل ما تقتل واحد حد بتصلح الدرع تبعك، مو انه بتصلح ما بعرف انه بيزيد يعني، اذا كان الدرع للنص بصير ثلاث ارباع ما بعرف، المهم بيزيدوك يعني في الدرع. اوكي وكمان ما بعرف سمعت انه بتقدر تطور الدرع تبعك يعني لليفل ثاني ليفل اب يعني، والله ما بعرف هذا الشيء. ان شاء الله يا اصدقائي اول ما تنزل هاي الشخصيه يعني عندنا اول ما يحددوا اللعبه وتنزل هاي الشخصيه راح اعمل لكم عليها فيديو ونجربها مع بعض واحكي لكم شويه خاصيتها. كمان في عندنا رقصات جديده يا اصدقائي ورقصات عن جد خرافيه، خلونا نشوفهم مع بعض. اوكي رقصات من تحت، نبلش باول رقصه لا هاي اول رقصه ولا لا هاي تبع دي جي، فهي اول رقصه يا اصدقائي صراحه رقصه خرافيه كتير كيف بينزل على الارض وهيك. اوكي في عندنا الرقصه الثانيه واللي هي هاي كمان رقصه رهيبه يا اصدقائي يعني، شوفوا شوفوا كيف ياخذ سيلفي وبيطلع وراه شعار الهيرويك، بعتقد بس الناس اللي بالهيرو رح يقدروا يستعملوا هاي الرقصة او ما بعرف كيف رح يكون النظام. في عنا الرقصة هاي، الرقصة هاي حسيتها عادية جدا صراحة، ما عجبتني ابدا يعني، ما بعرف ما حسيت فيها شيء خرافي. في عنا هاي شيء حركة خرافية عن جد يا اصدقائي، تخيل بعد ما تقتل سكواد تيجي تحط لهم هذا الشعار.
كمان الرقصة هاي اللي حاطط قدامه طاولة يا أصدقائي، هاي الرقصة ما بدها تشتغل، ما بعرف شو السبب ليش هاي الرقصة ما بتشتغل، شو السبب الله أعلم، بس هاي الرقصة فعلا خرافية يا أصدقائي. أوكي كمان سمعنا بالتسريبات إنه رح يكون في حيوان أليف جديد، بس الحيوان ما عم بيبين عندي هان أبدا، يعني صفحات التسريبات كلها كانت مواقع التسريبات وصفحات التسريبات على الانستغرام أو على المواقع كلهم كانوا ينشروا صور لحيوان أليف جديد رح يكون موجود باللعبة، ولكن الحيوان ما بعرف يمكن ينزلوه بس حاليا ما مبين، يعني إذا بدهم ينزلوه كان المفروض يبين هون. أوكي طبعا يا أصدقائي كمان في عنا أوكي هان الشخصية زي ما أنتم شايفين، الشخصية سعرها 499 جوهرة بسيرفر الشركة بسيرفر المطورين، بس هذا الشيء مش أكيد رح يكون بسيرفر يعني بسيرفر العادي، يمكن يسووها ب 2000 جوهرة أو ما بعرف، راح نشوف مع بعض بس ينزلوها عنا، ويمكن يحطوها بماكينة يعني تبع شخصيات. اوكي في عنا كمان يا اصدقائي رقصة جديدة لهذا الكلب، وزي ما انتم شايفين يعني اوكي شيء تافه ولكن حبيت اشارككم هذا الشيء كمان، يعني مين راح يشتري هاي الرقصة ب 300 جوهرة؟ بعتقد ما حدا ابدا، لانه تعتبر من مشتقات الجولد والجولد حرام يا اصدقائي. اوكي طيب يا اصدقائي شو في عنا اشياء تانية، في عنا البطاقات الحمر، طبعا تعودنا كل تحديد جديد يا اصدقائي كل ابديت جديد بتنزلوا اللعبة بينزلوا سكن جديد بالبطاقات الحمر، ولكن المرة هاي للأسف ما نزلوا، بس الشيء الحلو بالموضوع انه بعد ما يحدثوا اللعبة بصير بحق لك انه انت تشتري بطاقات دايموند رويال، طبعا بحق لك كل تحديد تشتري 40 بطاقة دايموند رويال، فبس يحدثوا اللعبة رح نقدر نشتري كمان 40 بطاقة دايموند رويال الجدد. اوكي ما بعرف اذا نسيت شيء او هاد كل شيء بالتحديد، طبعا اكيد يا اصدقائي انا مو كمبيوتر عشان ما انسى شيء، اكيد رح اكون نسيت كتير شغلات، اذا في شغلة انا نسيتها وما عرضت لكم اياها بهذا الفيديو بتمنى تكتبوا لي هذا الشيء بالتعليقات. وهذا الفيديو يا اصدقائي يعني وهذا كان الفيديو لليوم اصدقائي، اوكي بعتذر عن صوتي يمكن صوتي مش واضح شوي، بس لانه من امبارح ما نمت وانا قاعد احمل بهذا السيرفر عشان اسوي لكم هذا الفيديو تستمتعوا فيه. اوكي فهذا كان الفيديو لليوم اصدقائي، بتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم، بتمنى تكونوا ما نسيتوا تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه اذا ما كنتم مشتركين، تفعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكم بكل فيديو جديد عن فري فاير. اوكي يا اصدقائي وكمان بتمنى من القلب تشاركوا الفيديو مع اصدقائكم اذا الفيديو عجبكم عشان يشوفوا التحديث القادم كيف راح يكون، وكمان يا اصدقائي بتمنى لا تنسوا تصوتوا لي كل يوم تحصلوا على 2 توكن، لا تنسوا تصوتوا لي بدول 2 توكن عشان ان شاء الله اقدر اسافر البرازيليا واسوي لكم برازيل قصدي اوكي واسوي لكم احلى فلوجات هناك. اوكي طيب اصدقائي خلونا نحكي عن المسابقه اللي حكيت عليها بدايه الفيديو اللي هي راح تكون مسابقه جديده بعد 5 ايام يا اصدقائي، راح اسوي لكم روم كمان، هذا الروم يا اصدقائي راح اسوي لكم مسابقه، والمسابقه راح تكون على 3000 جوهره لثلاثة اشخاص. اوكي لكل شخص فيهم راح ابعث له هديه بقيمه 1000 مجوهره. طبعا شو شروط هاي المسابقه؟ اول شيء تكون مشترك بالقناه على اليوتيوب، ثاني شيء تابعني على حسابي على الانستغرام، هي المسابقه راح تكون على حسابي على الانستغرام اصلا يعني، ورابط حسابي على الانستغرام تحت بصندوق الوصف ديسكربشن بوكس. ان شاء الله بعد 5 ايام يا اصدقائي قبل ما اعمل الروم بخمس ساعات او بسبع ساعات بنزل لكم ستوري بقول لكم جهزوا حالكم، بعد سبع ساعات او خمس ساعات راح اعمل لكم الروم، وبعد الوقت اللي انا محدده بنزل لكم ستوري فيه الاي دي وكلمه السر تبع الروم، وطبعا لازم تكون سريع ويعني تشوف الستوري بسرعه عشان تقدر تشارك. اوكي طبعا بعد ما يتعبى الروم راح ندخل يا اصدقائي واللعب راح يكون على المراكز الاولى، المركز الاول والثاني والثالث هم اللي بيكونوا الفائزين، لكل شخص فيهم راح اشحن مو راح اشحله راح ابعث له هديه بقيمه 1000 مجوهره ان شاء الله. فهي المسابقه اصدقائي اذا كنتوا حابين تشاركوا فيها، مره ثانيه رابط حسابي على الانستغرام تحت بصندوق الوصف ديسكربشن بوكس. ولهيك يا اصدقائي بنكون وصلنا لنهايه الفيديو، كان معكم علي عمر واشوفكم ان شاء الله على خير.